تفاصيل كثيرة في الحقيقة حول هذه الصفقات. هل نتوصل إلى صفقة بعد دقائق؟ هل يصوت مجلس الوزراء الإسرائيلي على هذه الصفقة؟ هل تم الاتفاق على كافة الشروط؟ دعوني أنقل هذه الأسئلة وهذه الأنباء إلى ضيوفي عبر سكايب من عمان، الدكتور ربحي حلوم السياسي والدبلوماسي الفلسطيني. أهلا بك معنا دكتور. وعبر سكايب أيضا من واشنطن دكتور نصير العمري، أستاذ العلاقات الدولية. أهلا بك معنا دكتور. أهلا بكم دكتور ربحي. يعني أبدأ معك في الحقيقة، هل نحن على بعد دقائق من تصويت مجلس الوزراء بالموافقة على هذه الصفقة؟ أعتقد ذلك، وأنا واثق أن الأمور في أيدي أمينة وقادرة على فرض شروطها، وإلى حد ما يبدو أن هذه الشروط أصبحت إسرائيل يعني إلى حد ما أقول أنها رضخت، وليس أمامها إلا أن ترضخ، ويبدو أنها رضخت لهذه الشروط التي فرضها إخوتنا ومقاتلونا حماهم الله. دكتور نصير، برأيك يعني 45 يوم وهناك أحاديث عن هدنة إنسانية، عن محاولات الوساطة، عن التوصل لاتفاق، ثم في كل مرة كانت تفشل الجهود، برأيك ما هي أبرز العقبات لإتمام اتفاق كهذا؟ تحية لك والضيف الكريم والمشاهدين. في الحقيقة يعني ما يدعو للتفاؤل هو أن كل المؤشرات تقول أن الصفقة قد تتم، ولكن يعني كما صرح قياديو حماس كانوا يقولون بأن التردد يأتي من الجانب الإسرائيلي، وكان السقف الإسرائيلي مرتفع في البداية، قالوا يجب أن نحاصر حماس ونقضي عليها، والحديث عن الأسرى لن يأتي إلا بعد أن نخنق حماس بشكل كامل. من الواضح بأنه ما يحصل اليوم هو تراجع عن هذا السقف المرتفع. بالنسبة لإسرائيل والولايات المتحدة في الحقيقة هم يريدون يعني تحقيق نجاح دبلوماسي من بين هذا الركام، ركام الحرب الذي بدأ يصيب الأمريكيين ويصيب الإسرائيليين بالإحباط من أننا ننظر إلى معركة طويلة، والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين هذا له أثر يعني جيد بالنسبة لحكومة إسرائيل بأنها تحقق شيء ما. وهي من الجانب الفلسطيني أظن بأنه اعتراف من إسرائيل بأنه حماس ما زالت تقاتل وتقايض، إذن هناك مكاسب يحققها الطرفان، ولكن أظن بأنه طريق الحرب وبكل أسف لم تنتهي بعد، والحرب سيتم استئنافها بعد هذا التبادل إن تم. طيب دكتور ربحي، أعود إليك مرة أخرى، يعني تاريخ طويل حاولت أن أستعرض بعض محطاته في صفقات التبادل، هل صفقة التبادل تعني نهاية الحرب أم أنها مجرد هدنة إنسانية لأيام وستعاود الحرب أو ستعود الحرب مرة أخرى؟ يعني فيما لو نجحت الصفقة ويعني هناك مؤشرات أنها ستمرر في تقديري، لا تعني انتهاء الحرب على الإطلاق. الصهاينة يحاولون يعني إعادة معنويات لمواطنيهم، وهم يشعرون أنهم بحاجة إلى تحقيق نصر ما، ويظنون أن هذه الصفقة قد تحقق لهم بعض الارتياح في أوساط مواطنيهم، وبالتالي في تقديري أنهم سيقدمون على يعني القبول والرضوخ إلى بعض السقوف التي حددها أصحاب القرار في إخوتنا حول الصفقة. طيب فيما يتعلق بأدوار الوساطة، يعني هناك تقارير كثيرة تحدثت عن الدور القطري، عن الدور المصري، وأنا استعرضت منذ قليل تقرير نشر في العرب الجديد وجاءت فيه تصريحات أو نسبت فيه تصريحات لوزير الشباك السابق الذي تحدث عن إسرائيل وتفضيلها للوساطة المصرية عن أي وساطة أخرى قطرية أو غيرها. برأيك لماذا تفضل إسرائيل الوساطة المصرية؟ بصريح العبارة وباختصار شديد، لأن إسرائيل تعتبر السيسي أداة لها، وإلى حد ما هو أقرب لتنفيذ الرغبات الإسرائيلية من
إلى تنفيذ الأمور ما يتعلق بالحق العربي. هو يعتبر نفسه وسيط. مصر التاريخ أن تتحول إلى وسيط بين العدو، عدو الأمة كلها، تتحول من يعني حائط الصد الذي كان يشكل حائطا ضد الصهاينة، أن تصبح وسيطا في نهاية المطاف. وهذا الأمر بالتالي إسرائيل بين قوسين ترتاح للوساطة المصرية، لأن الوساطة المصرية حريصة على إرضاء الطرف الإسرائيلي. للأسف الشديد مصر التاريخ وشعب مصر العظيم، مصر الأمة التي كانت وستظل، رغم أن في كل من انحرفوا عن الطريق، ستظل مصر العروبة هي مصر التاريخ التي تصنع التاريخ، لا الوسيط بين هذا العدو والذي يرتمي في أحضان العدو بشكل أو بآخر. نعم، أعود لك دكتور نصير العمري مرة أخرى. ماذا عن قطر؟ ما الذي تمتلكه قطر هذه المرة لم تستطع القاهرة أن تمتلكه؟ يعني أظن بأنه قطر في هذه المرحلة هي ربما تكون يعني الخط الوحيد لحماس، أو الأكثر ثقة. وفي الحقيقة يعني حماس هذه المرة وفي هذا التبادل مع إسرائيل هي تختلف عن كل المرات السابقة. في الماضي لم يكن هذا الدمار، ولم يكن هذا العدد الكبير من الشهداء في غزة، ولم يكن هذا العدد الكبير في إسرائيل. فالقضية الآن مفصلية، وهي في الحقيقة تتجاوز الأسرى على أهميتهم. أظن بأنه الكل ينظر إلى ما كان سيكون هناك طريقة لإنهاء هذه الحرب. وقطر في الحقيقة يعني هي اليوم في الأقرب إلى حماس، وكما تفضل ضيفكم يعني قطر هي الأقرب إلى خط حماس فيما يتعلق بإنهاء هذه الأزمة، ليس فقط في ملف الأسرى، ولكن إنهاء هذه الحرب. إذا أظن بأنه هناك ترقب إلى ما يعني إلى هل ستقود هذه إلى إنهاء الحرب، هل سيكون هناك هدنات متتابعة يتم فيها إطلاق المزيد، لأنه الآن الحديث عن 50 رهينة إسرائيلي وغربي، فلعدة أيام مقابل هدنة لعدة أيام، ولكن هل سيكون هناك هدنة لخمسة أيام أخرى؟ إذا حصل هذا فنحن نتكلم فعلا عن إعادة ترتيب أوراق يعني الجميع في هذا الصراع، ونأمل يعني أن يكون هذا طريقة لوقف طيب. هذه أنا سأعود إليك دكتور نصير في قصة إنهاء الحرب ووجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا، لكن دكتور ربحي مرة أخرى، كيف يتم الاتفاق على أعداد الأسرى من هنا وهناك؟ كيف يتم النظر أو تقييم هذه الصفقة بأنها انتصار لهذا الطرف أو ذاك؟ الحقيقة من يفرض الرأي هو يعني دعني أقول صاحب الحق في إصدار القرار فيما يتعلق بالأسرى، دعني أقول هو الذي موجود الآن في الميدان، والذي تبحث عنه إسرائيل ليل نهار، وبذلت كل ما لديها من قوة ومحاولات للعثور عليه. أعني المناضل السنوار الذي يجلس على رقبة ويضع قدميه على رقبة إسرائيل الآن وهو في الميدان، وبالتالي هذا الموقف يستحق، وسيفرض في تقديري في نهاية المطاف سيفرض رأيه على إسرائيل مرغمة للنزول عند السقف الذي وضعه. وتذكرون أنه طرح في البداية 100 إطلاق سراح، 100 مطلوب يعني سيطلق سراح 100 من الإسرائيليين، ثم حينما أبدت إسرائيل بعض التردد وإلى آخره قال لا، أنا يعني عليها أن تطلق سراح، سنطلق سراح 60
طيب دكتور، نتيجة هذا الموقف دكتور ربحي، يعني وأرغمها على نعم، إعادة النظر في موقفها. يعني أسألك سؤالا من الجهة الأخرى، بمن ليس له علاقة بالقضية الفلسطينية ولا ينظر نعم. إلا أن هناك أزمة إنسانية وهناك نعم. عدد كبير من القتلى والشهداء والجرحى، يا دكتور إن كانت المقاومة أو حماس أو كل الفصائل لديها هذا العدد من الأسرى وتستطيع أن تحصل على هدنة إنسانية لخمسة أيام وتوقف فيها نزيف الدماء، فلماذا لا تنهي الأمر برمته وتفرج عن جميع الأسرى وتوقف الحرب؟ لا، هنا في أمر، هذه لعبة ذكاء. في من أصدر هذا القرار يعرف كيف تفكر إسرائيل، وهو الأقرب إلى معرفة ماذا يدور في عقل صناع القرار في إسرائيل بين قوسين. إسرائيل تداور وتناور وتخدع وتحتال، وبالتالي هو يعرف ذلك. من هنا جاء قراره أن يعني على دفعات، لتكون كل خطوة تقرر ماذا سيأتي بعدها. وبالتالي يعني أقدم، وأنا يعني أثني وأكبر في ذكاء هذا الرجل الذي يدرك العقل الإسرائيلي على حقيقته ويعرف الخداع والمناورة لدى إسرائيل، وبالتالي جاء هذا الطرح حتى يجرب في المرة الأولى، وعلى ضوئها يقرر الخطوة الثانية، وعلى ضوء الخطوة الثانية تتقرر الخطوة الثالثة. وقصة المراحل هي في منتهى الذكاء، وسيضطر العدو الصهيوني مرغما أن يقبل بذلك. طيب، تحت هذه الشروط أعتقد أن هذه الخطة الذكية الولايات المتحدة الأمريكية دكتور نصير وإسرائيل على دراية بها، على دراية بالتكتيكات التي يتبعها يحيى السنوار وحماس في صفقة كهذه. ولذلك سؤالي عن فكرة إنهاء الحرب، ماذا لو استدرجوا السنوار أو استدرجوا حماس في صفقة على مراحل، وبعد الإفراج عن جميع الأسرى خرج بايدن وقال الهدف الآن القضاء على حماس، لقد حررنا جميع الأسرى. يعني ما الذي ستستفيده حماس إذن أو الشعب الفلسطيني من صفقة على ثلاث مراحل ثم نتحدث عن الهدف الرئيسي القضاء على حماس؟ يعني يجب أن نكون واقعيين، يعني إسرائيل الآن تقاتل داخل غزة، أعداد الشهداء كبيرة جدا ولا يحتملها الشعب الفلسطيني، وحماس في الحقيقة الهدف المباشر هو التقاط الأنفاس، لأن إسرائيل تقاتل يعني الآن في داخل غزة. هذا أولا. ثانيا هو الحصول يعني على بعض الرهائن الفلسطينيين وتحريرهم، وهذا هدف مهم، ولكن بكل تأكيد إسرائيل لا تخفي ذلك. يعني إسرائيل تقول بأن الحرب لن تنتهي، وحماس تعلم بأن الحرب لن تنتهي بتبادل الرهائن، ولكن كما قلت هو التقاط الأنفاس، هو إيصال المعونة للشعب الفلسطيني، وثالثا ربما فتح الباب أمام طريقة لإنهاء هذه الحرب دون ما تتوعد به إسرائيل، إتمام ما تتوعد به إسرائيل، وهو القضاء على حماس بشكل كامل. إذن هي يعني فعلا مراوغة من حماس لتجنب الهجوم المباشر، وكما قلت ربما شراء الوقت مع دفعات أخرى، تحرير دفعات أخرى من الأسرى، بحيث يصار إلى إيقاف هذه الحرب إذا كان هناك أصلا مجال ووساطة لوقف هذه الحرب. ولكن بكل تأكيد الحرب مستمرة حتى مع إنهاء صفقة الأسرى. طيب دكتور ربحي أعود إليك، وأنت سياسي ودبلوماسي فلسطيني، كيف ينظر المواطن الفلسطيني لما يجري الآن؟ صفقة تبادل أسرى وإيقاف الحرب لأيام ثم عودة الحرب مرة أخرى، يعني أيهما أكثر قيمة لدى المواطن الفلسطيني؟ وأنا أسأل لأنني لا أعرف الإجابة، فكرة تحرير أسير لدى إسرائيل أم إيقاف عدوان يقتل المئات يوميا بل الألاف؟ الفلسطيني يثق بمن يتحدث باسمه الآن وهو حماس. حماس ورأها بايدن والإدارة الأمريكية أعلنوها بوضوح، قالوا أنهم هدفهم، أن الهدف النهائي لهم هو القضاء على حماس. الفلسطيني المواطن الفلسطيني العادي يعتبر، كل فلسطيني يعتبر نفسه جزءا من حماس وحماس جزء منه،
وبالتالي الفلسطيني قرار حماس هو صاحب الكلمة الأعلى الآن على الصعيد الفلسطيني. ما تقرره حماس هو الرأي الذي يتبناه كل فلسطيني الآن. طيب، ولكن ما تقول دكتور، ربما يعني يأخذه وزير إسرائيلي أو وزيرة إسرائيلية مثل جيلا جملائيل وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية التي كتبت في جيروزاليم بوست مقالا يتحدث أننا لا نحارب حماس وإنما نحارب أهل غزة لأنهم هم من انتخبوا حماس، هم من دعموا حماس، هم من هللوا لما فعلته حماس في 7 أكتوبر، فهذا يعني أن غزة ليس بها مدنيين وإنما بها حماس. أخي دعني أقول ما تقوله الوزيرة هذا شأنها، لكن الآن الشارع العربي كله أصبح حماس، ولم تعد حماس فقط مقصورة على يعني اسمح لي أقول إسماعيل هنية أو السنوار، أو أصبح الشارع الفلسطيني كله حماس، حتى أهل الضفة الغربية الآن يعتبرون حماس ممثلة لهم، لأن حماس هي صانعة التاريخ في 7 أكتوبر، تاريخ الأمة كلها هي التي صنعت التحول التاريخي في الصراع مع هذا العدو وفي المعركة والمواجهة مع هذا العدو. وبالتالي الفلسطينيون كلهم بلا استثناء، وأنا واحد منهم، عربي عربي وفلسطيني، وأتحدث كفلسطيني وكعربي، هذا رأي كل فلسطيني، ليس رأي ربحي حلوم فحسب. طيب دكتور نصير، أعود إليك مرة أخرى. هذه الصفقة تتحدث وفقا للكيربي في البيت الأبيض لن تتم إلا بتوفير ممرات آمنة لهؤلاء الأسرى، وهنا يأتي الدور المصري في الحقيقة، يعني الجميع يتحدث أن مصر يجب أن تكون متواجدة في هذه الصفقة إما بممرات آمنة وإما في الجزء المتعلق بدخول الوقود وبإدخال المساعدات الإنسانية أيضا. كيف ترى الدور المصري إذا ما أعلن عن إتمام هذه الصفقة؟ يعني الدور المصري دور رئيسي، وأظن بأنه يعني أهم ما في هذه الصفقة هو التخفيف عن الشعب الفلسطيني والتخفيف عن أهل غزة، وأظن بأنه هذه ربما من عمل الوساطة الأمريكية والعربية في أن يشتمل هذا التبادل على إدخال المساعدات. ومصر بكل تأكيد حتى يعني القيادة المصرية التي لا أظن بأنها يعني تناصر حماس، ولكن أظن بأنه تهدئة الوضع وإعادة الوضع في غزة إلى ما هو عليه، أظن بأنه من مصلحة النظام المصري، لأن البديل هو الترحيل، ولا أظن بأنه يعني السيسي أو غيره يعني يريد هذه الورطة، يعني ورطة إعادة طرد الفلسطينيين. فأظن بأنه هذه الصفقة نتمنى أن تكون بداية لوقف الحرب، ولكن لا أظن بأنه يجب يعني أن نقلل من أهداف إسرائيل المعلنة، وهو أنها ستستمر حتى إنهاء حماس. وأظن بأنه لا يوجد لحد الآن في يعني شهية لدى صانع السياسة الإسرائيلي لوقف هذه الحرب، لأنه من وجهة نظرهم ينظرون إلى أنها يعني هي البداية وليست النهاية. شكرا جزيلا لكما من واشنطن دكتور نصير العمري أستاذ العلاقات الدولية، ومن عمان دكتور ربحي حلوم السياسي والدبلوماسي الفلسطيني، شكرا جزيلا لكما.